بس كل ما باجي المسرح والاقيه مليان بالشكل ده شباب في اكتر من ايفنت، بحس باحساس في فخر كده وفي اعتزاز وزاره الشباب والرياضه اللي بتادي دورها. بس طبعا برحب بكل الموجودين جدا جدا، وبشكر مجموعه الشباب اللي عملت هذا الحدث بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه، الحدث الكبير. وفي الحقيقه يمكن انا دعيت لايفنت كان موجود بيأدي هذا الايفنت ونظره فيه مبدئيه كده، كان سياده العميد سمير دعينا لي في رمضان قبل ما اكون وزير، واتكلمنا في حاجات كتيره جدا تاسيسيه مع مجموعه الشباب لحاجات تانية كتير. عشان كده بحييه وبقول لحضرتك اهلا وسهلا في وزارتك. حضرت مع مجموعه الشباب المؤسسه برضو قبل ما اكون وزير في زياره دي دعوني فيها لمستشفى 57، وكنت سعيد جدا ان هم يعني بقدر الامكانيه اللي موجوده معاهم، بقدر يعني الحاجه الانسانيه وبقدر التفاعل الاجتماعي، في الحقيقه كنت مبسوط جدا 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 في الزياره معاهم. وازاي انا كنت بفكر بشكل عميق على التركيز على الاهتمام على ان هو لازم يقوم بدور، حتى لو الدور اللي بيقوم بيه امكانياته بالشكل ده، لكن كانت حاجه بتقول لي هو الشباب اتغير ازاي من فتره لفتره، ازاي ان هو بيمارس حياته الاجتماعيه ودوره المجتمعي. اذا كنا بنقول للشركات انت لازم تعملي كوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي او المسؤوليه المجتمعيه، فالشباب بيعملها من ذاته، بيعملها من فكره، لان اصبح الشباب حاسس بشكل كبير جدا بمسؤوليته الاجتماعيه تجاه بلده ومسؤوليته الاجتماعيه ان هو يكون ايجابي لمشروع ايجابي، يكون ايجابي لمشروع ايجابي.